السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عايزين نعمل وجبه حلوه قوي كده لطيورنا، وهضيف عليها شويه اضافات. ان شاء الله هتبقى حلوه جدا جدا، وهتجربوا المنتج ده وان شاء الله يعني هترتاحوا قوي لوجوده، او ان العصافير عندكم بتاكلها. ولكن في شويه معاذير كده عايزه اقول لكم عليها واحنا بنتكلم في الفيديو، ان شاء الله يكون فيديو مفيد. بصوا، النهارده انا عامله وجبه عاديه جدا، انا عامله وجبه بيض بالمسلوق عادي. ممكن بنزود دلوقتي احنا السلق بتاع البيض، هنخليه 40 دقيقة. ليه؟ لان يعني حاسة ان في بيض كتير في السوق دلوقتي، يعني في سالمونيلا ومش عارفة ايه النظام، يعني عشان نزود الاحتياط ونأمن نفسنا وطيورنا، هنزود سلق البيض ده 40 دقيقة بدل 15 دقيقة زي ما كنا بنعمل زمان. حبيت بس انبهكم للنقطة دي. طيب، بعد كده انا باخد البيض ده بنشفه من المية اللي عليه كويس جدا. وبعد كده عشان ليه بنشفه من المية اللي عليه؟ علشان انا محتاجة قشر البيض، فانا باخد البيض كامل بطحنه في المطحنة، او لو مفيش هنقشر البيض كويس قوي وهناخده هندقه بالهون وهنطحنه طحن جامد اللي هو القشر، وهناخد البيض هنبشره بالمبشرة اللي هو البشر الوسط. حلو كده. طيب انا ضايفه ايه كمان؟ انا ضايفه طبعا هنا الاساسي معايا جزرايه. خلوا دايما نسبه الجزر قليله قوي قوي بالنسبه للبيض. انا مش عايزه جزر بالبيض، انا عايزه بيض وعليه شويه جزر خفيف قوي. طب ضايفه ايه كمان على الخلطه دي؟ انا ضايفه لما بشرت البيض بشرت معاها كان عندي قشر البرتقال. هنرجع بقى لفيديو قشر البرتقال ازاي نستفيد منه. وكنت كمان ضايفه معاه قشرتين ثلاثه ليمون، وكل ده انا ضربهم في الميكسر او بقى عندنا في المبشره، ومظبطه الدنيا كده مع الطيور. يعني بيض، شوفان، قشر برتقال، وقشر ليمون، تمام كده. وشويه لو عندنا رغيف فينو مثلا متحمص ولا حاجه، تمام دن. لو ما عندناش هنحطه شويه بقسماط يكونوا حلوين كده عندنا موجودين في البيت. طيب الوجبه كده تمام وبقت زي الفل وريحتها تحفه. هي على فكره الوجبه كده تنفع لوحدها، بس انا النهارده كنت عايزه يعني اضيف من الكيس اللي قدام حضراتكم ده. ده منتج اسمه ريو، على فكره ما بعملش ليه اي دعايه، انا ما ببيعش مستلزمات طيور زينه خالص، ولا ليا حد من المعارف قرايبي ولا حاجه بيبيع الحاجات دي، عشان نبعد بس عن شبهه الايه ان احنا بنعمل دعايه لحاجه. انا شيء جربته بقى لي وقت ولاقيه ان هو حابه ان انا اشاركه المعلومه والفايده، تمام. خلينا يبقى في ثقه ما بيننا وما بين بعض. لما بيبقى عندي حد بيبيع برضو حاجه كويسه بقول لكم الشخص الفلاني بيبيع الحاجه الفلانيه، حابين تتعاملوا تعاملوا، انا بعيد عن المجال خالص، تمام. طيب الريو ده مكون من ايه؟ الريو ده بصوا ده حبوب، في بلكام وفي فلارس، وعليه دخن احمر ودخن اصفر، وكمان عليه يعني ايه فواكه مجففه. واحنا دايما بنغفل فكره الفواكه، فانا حابه النهارده ان انا اضيف فواكه مجففه مع الطيور بتبقى حلوه قوي. هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن فايده الفواكه اللي احنا سايبينها دي بالنسبه للطيور. بص هي دي شكلها زي ما هي قدامكم كده، يمكن هي مش واضحه في الصوره، معلش الكاميرا مش جايباها صح، بس هي بصوا مكتوب عليها هنا كده. هو كمان الكيس في عليه دخن احمر دخن اصفر، في بلكم طبعا اصفر، في بذور الكناري اللي هي بقى مجموعة بذور الطاقة كاملة، في كمان بذور الشوفان، في بذور الكتان، موجود بذر النيجر كمان، في موجود في ايه كمان الملحوظة برضو اللي عايزة اقول لكم عليها، ان الكيس مكتوب عليه في فلفل اسود. يبقى ادام في فلفل اسود يبقى انا هنا هقلل قوي 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 استخدامه مع الكوكاتيل. الكوكاتيل بالذات ما بنحطلهوش اي نوع من الفلفل، ولا فلفل الحامي ولا فلفل الاسود، لكن مع الكناري ممكن بنسبة بسيطة قوي، ومع البادجي بكل انواع البادجي. البادجي ما احنا عارفين ان هو ملوش سقف في الانواع، فكل انواع البادجي حتى الانجليزة برضو بنستخدم معاها شوية من الفلفل الاسود. طبعا في جوز هند، اللي عاجبني فيه انه في جوز هند، في ذرة مجففة، في كمان مشمش مجفف، في برتقال مجفف، في زبيب، كل دي مجففات، تمام. في طحالب السايبرينا، السايبرينا حلوة جدا جدا، دي طحالب بحرية حلوة قوي قوي وغالية لو بنجيبها لوحدها. يعني انا كنت جايبة علبة قريب منها تقريبا كانت عاملة 120 جنيه، وعلبة صغيرة، فاحنا بناخد منها حاجة بسيطة جدا جدا، يعني ممكن تقعد معايا سنة كاملة، هبقى اعمل لكم عنها ريفيو عنها. في كمان في كالسيوم، وفي انا قلت الطحالب، وفي جوز الهند، يعني في شوية حاجات كده حلوة قوي. في كمان مخلوط مع الحبوب دي عن طريق التبخير،
متبخرة ببروتينات عالية ودهون وفيها كمان ألياف. طبعا بصوا كده، دي مجموعة كاملة متكاملة كده من الحبوب عليها كل المواد دي، وهبقى اعمل لكم فيديو يا جماعة ازاي تعملوا اللي هو مثلا المستنبت وتضيفوا عليها اي اضافات عن طريق التجفيف، هتبقى حلوة قوي قوي وهتوفر معانا جامد بصراحة. بصوا الكيس ده تقريبا ده كيلو، في منه النص وفي منه الربع. الربع النص تقريبا عامل 30 جنيه، 30 جنيه تقريبا، وفي هو في محلات اعتقد بتبيعه ب 35 و40 على حسب المكان اللي فيه التاجر. انتوا عارفين كل ما المكان بيبقى مستوى شوية كل ما بيبقى الحاجة فيه اغلى، ما بعرفش ليه بصراحة يعني. فده على فكرة ده مستورد الماني، وشور ان هو مستورد الماني لان الباكج نفسه مكتوب عليه تقريبا بنفس اللغة الالماني، وبرده مكتوب عليه طبعا بالانجليش للهاوي اللي يعني عنده الانجليش والالماني تمام التمام. طبعا بصوا انا بستخدمه بقى ازاي، هقول لكم دلوقتي هستخدمه ازاي. انا عامله الوجبه بتاعتي كده تمام خالص وما فيهاش اي سوائل خالص زي ما احنا عارفين كويس قوي. طيب هحط عليها بالظبط الوجبه اللي قدام حضراتكم دي، تقريبا كيلو. الكيلو انا واخده عليه معلقتين ونص من الحبوب دي. هتقولوا لي انت خلطه الحبوب مع وجبه الطري؟ لان يعني نسبتها شويه فمختلطه معاها حلوه قوي، لان انا مش عايزه اضيفها على الحبوب هتروح في وسط الحبوب. تمام، هما هياكلوها وكل حاجه بس انا عايزاهم ياكلوها دلوقتي مع الوجبه الطريه، وكمان بقلل استخدامي طالما ان هي حاجه غاليه كده هقلل استخدامي منها، فدايما هستخدمها على الوجبات الطريه. اولا مش ههدر منها، تاني حاجه ببقى عارفه ان هما استفادوا منها مليون الميه بامر الله. طبعا الدخن احنا عارفين، انا بصوا لسه اول امبارح كنت بحاول اجيب دخن فوجئت ان التاجر بيقول لي بقى ب 200 جنيه، فطبعا ده كلام فاضي، ليه 200 جنيه دخن يعني؟ مش فاهمه يعني بصراحه. ودخن اصفر على فكره، ما كانش دخن احمر، فلجأت افتكرت ان موجود طبعا الريو ده موجود، وفي دخن كمان مستورد مش اللي هو البلدي بتاعنا ده، مستورد وانا واخده عليه يعني حلو جدا 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 بصراحه، وسعره حلو. لو جبنا الكيلو مثلا هيكلفنا 55 60 جنيه، ممكن هيقعد عندنا وقت طويل، ممكن يتعدى 6 7 شهور للاستخدام بتاعنا. طب هستخدمه قد ايه؟ ممكن استخدمه يوم ويوم مفيش منه اي مشكلة، بس هنخلي بالنا ان الكوكاتيل مش يعني في ضرر شوية من استخدامه الكتير، في نسبة قليلة قوي قوي من الفلفل، لكن انا خايفة من استخدامه يعني. انا بأكل منه الكوكتيل بس لما بحط منه بقى الوجبة الكوكتيل بريح منه مثلا اسبوع في الوجبات، يعني بعمل الوجبات وجبة عادية كاملة لكل طيوري، وبجنب شوية بتوع الكوكاتيل على جنب عشان ابقى انا عارفة مش هضيف له دول. بضيف له ايه بقى ساعتها الكوكاتيل؟ بضيف له حبوب الطاقة. ولكن هنخلي بالنا برضو من حبوب الطاقة اليومين دول، هاتوا دايما عند اي حد انتوا واثقين منه في الحبوب، الحبوب عليها اتربة كتيرة قوي مش عارفة برضو ايه السبب. لازم تتنقى زي ما بننقي اي حاجة لينا، زي ما بننقي الفلفل قبل الطحن والكمون قبل الطحن، هنضطر ننقي حبوب الطاقة ونخلي بالنا كويس قوي واحنا بنقدمها. احيانا بضيف حبوب الطاقة نفسها على الوجبات الطرية للكوكاتيل او اي طيور عندي، ولكن دايما بقول لحضراتكم لازم تكون من مصدر موثوق منه، وابقى انا عارفه المصدر ده واتعاملت معاه كتير كتير، فانا عارفه النظام بتاعه ايه التاجر اللي عندي. الوجبه دي هتبقى حلوه قوي قوي، هتدفي برضو الطيور اليومين دول الحلوه، والطيور اللي معاها زغاليل هتبقى حلوه بالنسبه لهم. الدخن طبعا الطيور كلها بتعشقها بتحبها جدا بكل انواعها، الكناري عندي بيحبها، البادج بيحبوها، فيشر لو كان موجود عندكم هياكلها تمام زي الفل، كل الطيور عندكم حتى الكوكاتيل والزغاليل والدنيا هتبقى تمام ومعاهم زي الفل. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.